صاحب السمو أمير الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهو يتقبل التعازي للوفود الرسمية بفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى. إذن ها هو مشاهدينا نائب وزير الخارجية الإيطالي، وهو يقدم واجب العزاء للشيوخ الكرام ولأسرة آل الصباح بفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وجعل الجنة مثواه. إذن دكتور راشد، وهو نشاهد أيضا يعني صاحب السمو هنا، يعني الحالة النفسية ممكن أن نتحدث عنها قليلا بعد يعني وفاة أخيه وعضيده الأمير الراحل شيخ نواف، ولكن هو متمسك في أداء مهامه أيضا الرسمية في استقبال الوفود أيضا واستقبال التعازي، وهو في نفس الوقت يعني نعزيه بالتأكيد بوفاة عضيده. الحالة النفسية صعبة، لكن سموه ما شاء الله يعني مستمر في متماسك في عمله. نعم، هذا ما عهدنا على هذه الأسرة الكريمة المباركة على أنهم يخرجون من الأزمات بأقوى مما كانوا عليه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتعلم منهم. وهذا يقودنا إلى أننا لما نرى أميرنا وولي أمرنا الشيخ مشعل، نسأل الله أن يبارك في جهوده وفي وجوده وفي عمره، أننا يعطينا هذا الأمر في قضية ماذا؟ أننا نخرج من مصابنا الجلل على فقد الشيخ نواف رحمة الله عليه، على أننا ماذا؟ نسير في حياتنا بمسيرة كريمة جدا. وهذا أيضا يبعث في الشعب على أن الشعب لربما الآن في يعني هدوء وفي عدم وجود عمل الآن عندهم، أيضا في حالة من التأثر. ما يتأثر بفقد أميره إلا ذاك الإنسان الذي كان قريبا من الشيخ نواف رحمة الله عليه، وكان يشعر بعظم المسؤولية عليه، والآن أيضا يشعر بعظم المسؤولية على الشيخ مشعل الله يبارك فيه. فالذي يحزننا يحزنهم، ويحزنهم يحزننا، فوجدنا فيهم ماذا؟ التماسك والصبر، وأنهم ماذا؟ حتى لما نجد يعني أولاد الفقيد رحمة الله عليه يعني أولاده من الشيوخ، نجد فيهم ماذا؟ نستلهم منهم ذلك الصبر على هذا المصاب الجلل، ونعزي أنفسنا معهم. وهذا نبعث في نفوس أولادنا لما نتكلم عن مشايخنا، ونتكلم عن أمرائنا، ونتكلم عن شيوخنا، نتكلم عليهم بالأمر الجميل ولا نذكرهم إلا بالخير، وندعو لهم بالرحمة، ونسأل الله لهم أن يرزقهم يعني الصبر والسلوان والخير الموجودين هذا على يعني على الكويت. هذا يبعث فينا ماذا؟ جو المحبة والروح المحبة معهم بفضل الله عز وجل. والذي نجده لربما سبحان الله بعض الناس، اسمح لي أن أقولها، لربما عند بعض المشاعر المتبلدة الجامدة الذي لم يستشعر هذا الفقد الجلل العظيم جدا، لم يستشعر نعمة ماذا؟ وجود ولي أمر حافظ على هذه الدولة. ترى هذه قضية عظيمة جدا، استقرار أهم نعمة، ونعمة عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوة يومه فقد حيزت له الدنيا. معافى في جسده عنده قوة يومه، لكن في الأمر الأول يعني في قضية شنو؟ أن آمنا في سربه، أي في وطنه في بيته، وحتى البيت الصغير مع البيت الكبير مع الوطن. ترى هذه نعمة عظيمة جدا. فلما نجد ولاة أمورنا مع المصاب الذي أصابهم يتركون هذا الأمر رعاية لأمان الكويت ويتماسكون، فندعو لهم الله، ندعو الله لهم بالخير والثبات والأمر الجميل، وأن يجازيهم خير الجزاء على ما يبذلونه. بالتأكيد يوم أمس يعني شهدت الكويت يعني حزنا كبيرا في الشوارع. يعني حقيقة نحن نأتي للعمل ونذهب نرى الكويت حزينة بالفعل، يعني شبه خالية من الناس في الشوارع، والحزن يعني يغطيها بكامل شوارعها. وأيضا يعني لقطة مهمة دكتور راشد، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف يعني ألقى ابنه رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف خطاب أن ينادي بسمو الأمير، خطاب أثر النعي أيضا، ولكن يعني تماسك أيضا وألقى هذا الخطاب يعني الصعب جدا، وهو يعني بفقد والده. القضية هنا الآن لما نلاحظ في خطاب سموه يعني رئيس مجلس الوزراء
الوزراء الشيخ أحمد يعني الله يبارك فيه، نجد أن ذاك الإنسان المتماسك يراعي بين جانبين عظيمين، صحيح. جانب البنوة أن ابن لهذا الفقيد، وجانب أن عليه مسؤولية عظيمة كبيرة. رئاسة مجلس الوزراء، ونجد من صوته والله تأثرنا، والله ننظر إليه بعين يعني الرحمة والشفقة عليه، أنه ماذا أمسك مشاعره بأن أتوقع الدموع تريد أن تتفلت من عينه، لكنه ماذا راعى الموقع الخطير والمسؤولية الجسيمة الملقاة عليه في رعاية هذه الدولة تحت ظل الشيخ يعني مشعل الله يبارك فيه. فهذا يعني الإنسان لما يجد ولاة الأمر على هذا الناحية والله يتأثر تأثر كبير جدا، ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالثبات والخير، وأن الله سبحانه وتعالى يسددهم لخير البلاد والعباد. نعم، الحزن بالتأكيد ساد شوارع الكويت والكويتيون بفقد الأمير الراحل العابد الزاهد، وأيضا الشعب كله ثقة وأيضا طمأنينة بأن هذا الانتقال السلس للسلطة التي شهدناها قبل 3 سنوات والتي سنشهدها إن شاء الله يوم الأربعاء، مطمئنين بهذه يعني الانتقال السلس، وأيضا كلنا ثقة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل بإكمال المسيرة واستمرار هذا النهج في العطاء واستكمال المسيرة المعطاء في التنمية، وأيضا استخدام أيضا دبلوماسية الإنسانية واستكمال العطاء بعد العطاء إن شاء الله. هذا يوصلنا إلى قضية أخي سعود الله يبارك فيك والمشاهدين جميعا، إلى قضية أن مراعاة الجو الاجتماعي والجو السياسي في الكويت يبعدنا عن وسائل التواصل في قضية ماذا التحليلات السياسية، من قضية أن الإنسان يخمن يتكهن والله من سيكون، ابتعد عن هذا الأمر، اجعل الأمر عند ولاة الأمر. يعني هذا الأمر الآن مناط في الأمير، يختار من يريد مع الأسرة الحاكمة، من يختارون لولاية العهد من بعد المبايعة من مجلس الأمة لسمو الأمير، وتبتعد. وهذه قضية شرعية جدا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هذا الأمر وبئس مطية الرجل زعموا. الآن تنتشر عندنا قنوات إخبارية، ما نأخذ منها شيء إلا من قناتكم الإخبارية الرسمية الموثوق بها، فالإنسان يريح نفسه حتى لا يكسب الإثم. يعني كلما كثر كلام الإنسان كثر سقطه. فهذا الأمر الآن عندنا أمر عظيم جدا نحن على قدوم عليه، وهي قضية ماذا بعد المبايعة الناس سيدخلون ماذا في تخمينات وتحليلات وتكهنات، والإنسان يقول لك والله هذا أو هذا من أسرة الحاكمة، لا شأن لك بهذا. يعني حتى بعض الناس يقول تمنعني من الكلام، أقول إنك نعم أمنعك من الكلام رعاية لحسناتك، وأيضا عفوا أن أريد لك الخير، لأنك ستخوض فيما لا علم لك به، إنما هي تخمينات. لن يعرف هذا الأمر بعد الله سبحانه وتعالى إلا من وكل به، وهو سمو الأمير والأسرة الحاكمة ومن سيعرض عليهم بعد هذا الأمر. الدستور بين يعني إجراءات سليمة وضعها الآباء المؤسسون في الدستور لتكون عملية منظمة ومرتبة بشكل كامل. إذن أيام فعلا صعبة نمر فيها بفقد الأمير الراحل، وهذه الوفود مستمرة في تقديم واجب العزاء والتعزية، وهذه العلاقة الخاصة نتحدث عنها بشكل أكبر، علاقة يعني المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف بشعبه، علاقة خاصة. يعني حتى تذكر في يعني تخريج الطلبة في الجامعة يحرص الشيخ نواف هذه يعني فترة لا أنساها، وأنا كنت يعني طالبا وأنتظر قدوم الشيخ نواف، وهو يحرص دائما للنزول من المنصة لتقديم السلام على الطلبة المتخرجين في جامعة الكويت، ويقف عند كل كلية، ونحن ننتظر دائما يعني لا يدع أحدا إلا ويصور معه وأيضا يسلم عليه. هذا حتى ما نشهده معه لما نكون في عقود الزواج. يعني عفوا أنا أتكلم بجانب اجتماعي للشيخ مشعل. يعني وحتى من قبل الشيخ نواف لما كنا نحضر في عقود الزواج كمأذون شرعي، ما نجد منهم إلا الابتسامة والمحبة والدعاء والحرص، والحرص على المصافحة والدعاء لنا بالخير. وهذا والله نريد أن نكتسب منهم ماذا في قضية ماذا العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية، بين علاقة أب مع أولاده، مثل ما تفضلت في بداية هذه الجلسة معك والحوار الجميل المثري على قضية علاقتنا مع الشيخ نواف رحمة الله عليه، وأيضا هذا الأمر مع الشيخ مشعل لما كنا نحضر معه في
في أماكن ويكون في عقود الزواج، نجد أنه ماذا؟ الابتسامة والمداعبة والمصافحة للجميع بالحضور، ولا يشعرون معه إلا علاقة الأب المحب الحنون عليهم مع أولاده يعني الذين يريد أن يقدرهم. فهذه علاقتنا احنا دائما، خاصة يعني نقول في مناطق الخليج بأكملها، ما نجد مع ولاة أمرنا. ولما نتكلم دائما نتذكر هذه الكلمة مع ولاة الأمر عندنا، ونستخدم هذا اللفظ لأن بعض الناس لربما يقول هل الحاكم ولي أمر؟ أقول نعم، ولي أمر شرعي وسياسي، وأيضا له سمع وطاعة وله اختصاصات، وينبغي علينا أن لا نتجاوزه ونعرف قدره ومكانته والهيبة لولاة الأمر. وقبل قليل كنا نتكلم على قضية أن الإنسان دائما يحرص على أمر عظيم جدا للراحل وللموجود، وهي قضية ماذا؟ الدعاء. ندعو لهم بالسداد وبالخير وبالأمر الطيب في حياتهم. يعني دائما احنا علاقتنا معهم علاقة المحبة، ودلالة المحبة أنني أدعو لمن أحب بالخير والصلاح والأمر الطيب عند الله سبحانه وتعالى. فولاة أمرنا والله بحاجة ماسة وعظيمة بأننا ندعو لهم بالخير. ومن يستطيع، أقولها من الناحية الشرعية، من يستطيع أن يكون عند سموه بالكلمة الطيبة وبالنصيحة يقدمها له عنده بين يديه، لكن لا يتكلم ويخوض خارج مقر ومجلسه ويخوض بين الناس بعن ولي الأمر، هذا ليس من المنهج الشرعي في شيء، الله يسلمك. يعني سمو الأمير الراحل الشيخ نواف في فترة ولايته للحكم منذ 3 سنوات يعني يستمع دائما للشعب ويعني عمل تصحيحات للمسار، وحتى في الداخل الكويتي من التنمية، وأيضا تصحيح المسار بشكل كبير، ودائما ما يلتف للشعب بشكل كبير. ويعني لا ننسى بالتأكيد قبل أيام يعني صدور الأمر الأمير بالعفو، يعني هذه العفو نتحدث بشكل شرعي دكتور راشد، أجر العفو وأيضا يعني أحكامه. قضية احنا بشريعتنا الإسلامية دائما العفو مقدم على العقوبة، حتى القاضي يعني سبحان الله يتقي الله سبحانه وتعالى في قضية عظيمة جدا، لأن يخطئ في الحكم خير من أن يخطئ في العقوبة، يعني أنه يعاقب إنسان اخطئ في العفو عنه أعفو عنه زين، ولا أنني أخطئ في العقوبة وأعاقبه ويطلع بعد ذلك بريء. فضرب لنا سموه رحمة الله عليه الشيخ نواف يعني مثل عظيم جدا في هذا الجانب، وأن في أواخر عهده عفى عنهم، والله سبحانه وتعالى يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا على قضية أن العفو عند قدرة الإنسان، وخصوصا أن بعضهم البعض من الله نسأل الله لهم الهداية والخير، لربما أخذتهم ماذا؟ الغفلة، وأخذهم لربما مراء الغضب، فانطلقت منهم كلمات ليست في محلها. ومع هذا كان الأب الكريم الشيخ رحمة الله عليه الشيخ نواف عافى عنهم جميعا وأطلق سراحهم، وكان يمارسون حياتهم بإذن الله سبحانه وتعالى.